دقيقة حظ. صباح الفل عليكم الكل، ان شاء الله نهاركم زين مليان بالخير. ميرا نسلم عليك برشا والكيب الكل. خلينا نبداو مع الحمل اللي يعالج بعض القضايا المهنيه والايامات الجايه. تعدك بفلوس فما مبلغ مالي مهم، بريم زياده في الشهريه. الحاصل يا ميرا صيفي وسنين دايمه. الثور رد بالك لا تتراجع قدام ضغوطات الماضي خاصه سلبياتها حياتك الشخصيه والجوزيه. زياده يا ميرا مازال معني باحتفالات واجواء مبروكه، إن شاء الله أياماتك كلها خير. كيف كيف زادة فما الفرحة المولود اليوم واللي زادة نتمنيولو برشا سعادة. إيه سرطان نحب نقولك يزي عايشك مقصيت على الحبيب، مثالش كان تسمع منه. والأسد يميرة خطوات مستقبلية ناجحة، يحقق زادة أهدافه وطموحاته واللي جاي خير برشا من اليوم. نتعداول العذراش، قولك زادة كان تركز شوية في وضعيتك الصحية وتخمم في عطلة سعيدة ترتاح بها هيك النفسية. نتعداول الميزان، أفكار مهمة وبدايته زادة مشجعة. والاتفاق موجود، المستقبل خير برشا من اليوم، نهير زادة فيه برشا برشا إيجابيات. والعقرب راهي الفرصة بين يديك لإتمام مشاريعك المالية. الحظ ديما مواتيك، فترة زادة ازدهار معنوي. القوس ويكاند تحقيق الأحلام الشخصية، فما انطلاقة متميزة ومهمة في كافة المجادات وقدراتك زادة راهي كبيرة على النجاح. والجدي ميرا تتحسن زادك الظروف العائلية ويعيشوا زادة احتفال من نوع خاص والفرحة راهي في الطريق. الدلو متحمس لاتخاذ قرار مهم وهالقرار زادة يخص أحياته المهنية. نحب نقولك رد بالك لا تتردد واللي فيه الخير إن شاء الله يا ربي يسهل فيه. ونختمه مع الحوت، فما نقلة نوعية في حياته الشخصية والفرحة تنور حياتك. إن شاء الله يا ربي ألف ألف مبروك.